ببيناتنا اليوم معي ميريلا زكار بطلة بالرقص اللاتيني. صباح الخير ميريلا. بونجور. ما رح كتير حكي على المشاهدين، رح أتركك أنت تحكي لأنه عندك حكي كتير عن الرقص. اليوم بلشت رقص عن عمر صغير، بتعلمي حاليا رقص، إنما بين البداية والتعليم في مراحل كتيرة مرقت فيها، إن كان بطولات إن كان تمثيل لبنان بالخارج، وحاليا حضرتك حكم دولي للرقص. خلينا نبلش من الأول. كيف بلشت الرقص؟ كيف اكتشفتي موهبتك بالرقص؟ أول شيء كانت موهبة أكيد، مثل كل هالعالم ما بتعرف حالها إذا هي بتحب الرقص ولا لا. وكانت موهبة بلشتها مثل من أي عمر؟ من عمر بال15 بلشت. اها، مش كثير صغير. لا يعني مش كثير صغير، يعني في الإنسان يلحق حاله حتى لو بلش شوي بعمر أكبر. ما في مشكلة، مما أكيد. لازم أكيد. نعم. شو صار؟ ورجعت حسيت انه لا، في شيء اقوى من هيك، وحسيت اني عم حب الرقص وعم كون حبيت اني احترف اكثر. هل تمثلتي بحدا راقص كبير، راقصه كبيره مشهوره، او بس انت كنت تحسي انه بحاجه انك تعبري بهالطريقه؟ كنت بحاجه انه اعبر، لان حسيت في عندي طاقه بالرقص كثير كبيره وقويه، وبلشت. كان بدايتي أكيد باللاتين دانسينج، وأخذت مع أساتذة بلبنان. نعم. إنما ما اضطريت تبلشي بالأساس مثل ما بيقولوا إنه يمكن بالي كلاسيك؟ بلا، كنت عاملة بالي كلاسيك أنا وصغيرة، بس على فترة قصيرة. رجعت فتت عملت بالي جاز أول ما بلشت دانس، ورجعت حسيت حالي باللاتينو أكثر. هونيك حسيت إنه عم لاتين دانسر. على كل مظهرك الخارجي ولونك وهيك تعابير وجهك بيوحي كبير. هذا الشيء ساعدني اكثر. يعني سالتك لدرجه اذا انت 100% لبنانيه او عندك شويه جذور لاتينيه. ميريلا، اهلك كيف كان موقفهم بالموضوع؟ امي شجعتني كثير صراحه. يعني انا بقول لو ما هي ما كنت وصلت اليوم لهون. نعم، كانت من أهم مشجعين عندي بالحياة. وآمنت إنه الرقص ممكن يكون مهنة واحتراف؟ أول فترة قالت لي لا، بدك تزهقي مثل ما بتزهقي من كل شيء. رجعت هي حست إنه لا، عم فوت فيها أكثر وأكثر، وعم بحبها أكثر، وعم بحس حالي بهالشيء أكثر. والدراسة؟ أكيد باراليل، ما وقفنا دراسة أبدا. مش يعني هالشيء ما بيحول دون إنه كان كل شيء ينعمل بعد الدراسة، بعد الجامعة، بعد الشغل كله. وقدرتي توصلي للاحتراف، أي متى بلشت تشاركي بمباريات عالمية؟ بال96 شاركت وكنت بطلة لبنان، وبال2001 كمان كنت كان في تورنوا للأولمبيك، كمان طلعت فيها بطلة لبنان باللاتين دانسينج. عم نحكي بمسابقات طبعا عالمية أولمبية. أولمبية كانوا عاملين الأولمبيك هي مشتركة هون. نعم. وعملوا الكومبيتيسيون. نعم، أسست مدرسة للرقص. نعم. حبيت الرقص لدرجة إنه قدرت تعلمي وقدرت توصلي هالشغف اللي عندك إياه لتلاميذك. قد إيه لك هلا عم بتعلمي وقت؟ صار لي اكيد شيء 19 سنه بالدومين. واو. ايه، ومن بعد ما بلشت رقص بسنه كنت ديجا اكتشفت موهبه ثانيه، انه انا مش بس في ارقص، عندي موهبه بالتعليم. وهي موهبه بالفعل، يعني هي فن انه توصل. توتالي ديفرنت، مش كل دانسر في يعلم. شو الفرق ميريلا؟ يعني شو بتحسي اصعب؟ وقت بدي عم تتعلمي شغله عم بتطبقيها، بس تجي تعلمي هالشي منه هين ابدا. هل بتلاقي صعوبه بالتعليم؟ يعني طبعا في يمكن تلاميذ موهوبين، تلاميذ مش كثير موهوبين. مزبوط. كيف بتتعاملي مع هالاختلافات؟ في طريقه خاصه اكيد، كل شخص حسب كاركتيره، حسب قد كيف بيستوعب الستيب. سو هون شغلتي انا اعرف كيف بدي اعطي الستيب ووصل له المساج للتلميذ، كيف يبلش بالديتاي تبع الستيب تيقدر يوصل لمظبوط. شوي شوي يعني. أكيد. انما هل في تلاميذ يمكن عندهم اقل موهبه من غيرهم؟ طبعا بنعرف انه هيدا يمكن نوع من انواع الذكاء اللي خلقاني عند الانسان بتكون متطوره او ذكاء. قصة قد ايه الكنترول بالجسم قوي. صحيح، مش قصة ذكاء ابدا، هي الذكاء الجسدي بيسموه ذكاء، ذكاء الحركة، انتليجنس كورب، كنترول على الحركة، كيف واحد بيستوعبها وكيف بياخذها بيشوفها وبيطبقها على جسمه.
شو بيصير بهالحالة إذا شخص مش كتير عنده موهبة وبالنسبة لغيره يمكن هيك أثر شوي بصفتك؟ طبيعي عندك بالكلاس بيكون عندك ناس كتير قوي بيستوعبوا، عندك ناس لا بدهم وقت. هذا الشيء مثل ما بقول شغلة المعلم هون هون المعلمة لازم قديه يعرف الطريقة كيف مش يضايقه للتلميذ إنه يحسسه أنت ما عم تاخد ما عم تستوعب قوام، بالعكس تشجعي. ايه اكيد بالعكس، هو اللي عنده اهتمام اكثر من هوليك. خلينا نشوف استاذي الرقص هلا بفيديو صغير جايبتي لنا اياه. اوكي هنا عم تشوفك عم ترقصي مع تلاميذك، الحلو فيك انه بتشاركي معهم، يعني هيدي شغله يمكن بتدعمهم اكثر بكثير وبتحمسهم اكثر. اول شيء بشارك معهم لفرجي كمان رقصه، انه اليوم شخص ما فيه يقول انا ام جود دانسر بلا ما يفرجي هالشيء، خاصه على الدانس فلور مثل ما بنقول، خاصه على الستيج. سو هذا بحسوك قريبه منهم اكثر. اكيد اكيد. وين كنا هون بهيدا؟ هون بفستيفال بلبنان انعمل. وكمان كنت عم مثل كميريلا، ميريلا زكر الشو منقدمه مثل كل فيستيفالات، منقدم شوات ونرجع منعلم بالفيستيفال كمان. وي اكيد لايف تيتشينج اكيد. ايه اكيد. ميريلا مثلت لبنان بكثير من البلدان، مثلت مش بس بمباريات انما اوقات بيكون في مثل ورشات عمل او سيمينارات جديده عم تنعمل، عم بتكوني حضرتك ممثله للبنان. باي بلدان مثلت لبنان ككومبيتيشن؟ مثلت بيونان، باردن، بمصر، بقطر، بسايبروس، ايه بأمريكا بلوس ثابت. يس. وهلا كمان عندي سفره قريبه للوس انجلوس، رح اكون مشتركه بلوس انجلوس سالسا فيستيفال، هو اهم فيستيفال بالعالم بالسالسا. رح تشتركي كراقصه؟ رح اقدم شو. رح اقدم شو، ورح كمان رح اشترك بجوردن هلا بعد جمعتين، ورح اكون عم مثل لبنان اكيد، وعم بعمل شو فيها شو مع تلاميذي. قبل ما نفصل عن مشاركتك بالأردن رح نشوف سوا فيديو تاني. أوي. مباريات عالمية كمان. ايه اشتركوا. اشتركوا تلاميذك، لكن كنا عم نحكي اذا اشتركوا تلاميذك بمباريات ايضا بلشوا يشتركوا. اكيد. بيشتركوا على صعيد لبنان وعلى صعيد برا، راحوا من عندي كوبليت اشتركوا بالتورنوا بشاينا. كانوا عاملين بشاينا تورنوا من كل بلدان. يس. كان في عندي حظ حلو انه من تلاميذ اشتركوا فيها. وعم بيكون طبعا اشتراكهم ملفت، يعني ما عم يمرقوا مرور أكيد. الكرام. وكمان اشتركوا بتركيا وبيونان كمان ب بكومبيتيسيون عالمي. نعم. هون شفنا بالاردن من سنتين مشاركتك، وهالسنه ايضا ايمتى تحديدا؟ 17 افريل رح يكون عندك شو صغير. شو تعليم. ايه. كمان تعليم أكيد. على الستيج. مزبوط. دغري. حضرتك عم بتكوني حكم حاليا، حكم لبناني. مزبوط. بلبنان شو عنا جديد؟ انا حكم بالال دي اس اف يعني لبنانيز دانس بورت فيدريشن، وحكم بالاي دي او انترناشونال دانس اورجانيزيشن، هو اللي اكيد كوميونيتي خاصه الال دي اس اف كوميونيتي عالمي. نعمل سيمينارات لناخذ شهادات ونصير نحكم على
التلاميذ اللي هلا عم يشتركوا بتورنويات. نعم طبعا، يعني حلوه منك انه وضحتي هالفكره انه مش حيلا دانسر بيقدر يكون لا. حكم في إلى تعليم خاص حكي. في إلى طبعا قوانين خاصه لازم تتعلموها، والانسان لازم يكون وصل للاحتراف حكي. لحتى يقدر يعني ليكون حكم واحد لازم يكون ديجا كان دانسر وبعلم طيقطع لعتالت مرحلة اللي هي التحكيم. ميرالا رح نستفيد بعد من وجودك اليوم، نحكي هيك بشكل عام شوي عن تعليم الرقص. كيف الأهل أي متى بيقدروا يبلشوا يعلموا أولادهم؟ أي متى يمكن للعظم أو للجسم نمو الجسم ممكن هالولد يبلش يتعلم؟ كيف لازم يختاروا؟ بتعرفي مدارس كتيرة، أساتذة كتار، إنما أوقات بتكون القصة فيها شوية خطورة ميرالا. فيها خطورة. أنا بقول هون للأهل إنه أول شيء ليفوتوا ليحسوا إنه إذا الولد بحب الرقص مفروض يكتشفوا هالشي بالبيت، ورح يجربوا. أنا بنصح كل أهل يجرب يحط الولد بالأكاديمية تيشوف إذا عنده هالتالنت. وكتير مهم من عمر 7 سنين نحن لاتينو بناخد، مش مثل البالي، بالي عمر 5 سنين فيهم ياخدوا، بس اللاتينو تيستوعب الخطوات أكتر على 7 سنين بناخدهم. وكرمال وين بدهم يحطوا الأهالي بأي مدارس، أنا بفضل الأهالي يجربوا وشخصياً يشوفوا مين عم بيعلمهم، لأن هذا الشيء كتير مهم. الولد كتير بيتأثر من أقل شغلة، خاصة إذا ما حب المعلم أو المعلمة بالدانس مش رح يتقبل الدانس. نعم. كيف إقبال الصبيان على لاتينو دانس؟ الصبيان رح أعطيك معلومة إنه عملوا إحصاء طلع أكتر مدرسة بلبنان عندها شباب عندي. أنت؟ هاي طلعت مشان هيك. والشباب جايين كرمالك ميرال، مش كرمال هيك ما بعرف أوليك. نعم. أي أعمار عم بيكون عندك؟ في عندي من الصغار من عمر 7 سنين. نعم. هلا عندي تلميذ أصغر تلميذ عندي 7 سنين عمره عم حضره لكومبيتيسيون. وأكيد ما في نهاية للعمر، يعني طول ما ومثل ما قلنا حاله available وبيحب الرقص أهلا وسهلا فيه. أكيد مثل ما قلتي لنا قبل أنه في يتعلم عن كبر وما في أي مشكلة. أبداً أبداً أبداً, أبداً. خاصة عندي كوبليت مجوزين لهم 10 سنين 20 سنة بيجوا حابين يغيروا. هل بتأمني بالرقص كنوع من علاج ضد الستريس، ضد الزعل، ضد الديبريشن؟ رح قلك الرقص أهم علاج. نعم. الساعة اللي فيه بيجي فيها التلميذ لعندي بحس حاله انه طلع من ستريس، ضغط الشغل بنهار وبعجقة سير وكل هالاشياء بيجي بنساهم هول بساعة، بتلاقي التلميذ فايت يمكن هيك ظاهر هيك. هيدا الشيء اكيد اثبتات علمية انه بتقول الرقص كتير انتي ستريس. نعم. ومنشان هيك ايضا للسيدات، بما انه اليوم عم نحكي عن السيدات واليوم في تحرك كبير من جمعية كفا كرمال اقرار قانون ضد التعنيف في المرأة، فهيدي طريقة ايضا من الطرق لحتى تريح المرأة، لحتى تقويها أكيد. وتعطيها دعم اكبر أكيد. ومنشان هيك ميرالا بدي اشكر اول شيء وجودك معنا أكيد. وبدي اذكر المشاهدين انه ما ينسوا ينزلوا على ساحة رياض الصلح لدعم قانون ضد تعنيف المرأة. بدنا نطلب طبعا من النواب المجتمعين بليز يحسوا معنا ويصوتوا. شكرا لك ميرالا زكار. مشاهدينا بريك ومنتابع. كارلا سفير من جامعة سيدة الويزة، عم نحكي اليوم عن الانديو اوبن دورز اللي رح يصير، بتذكرينا ايمتى؟ رح يصير هيدا الخميس والجمعة بثلاثة واربعة الشهر. نعم. فتحين بواب الجامعة من 8:30 على بكرة للخمسة ونص بعد الظهر. كيف بيقدروا يطلبوا انه يجوا المدارس؟ كم مدرسة عم تستوعبوا؟ قدي او كيف بيتنظم النهار كارلا؟ يعني طبعا في وقت معين لكل مدرسة لحتى ما يفوتوا التلاميذ ببعض. اكيد مزبوط. هلا نحن صرنا 7 شهور، صرنا من اكتوبر عم نشتغل مع المدارس. كل يوم عنا بين 4 و5 مدارس منزورهم،
كان لأورينتيشن أو لزيارة معينة نمضي اتفاقيات معينة أو كرمال فورم يلي هو المعرض يلي بتنظمه المدرسة. مثل ما قلنا صار عندهم توعية للأورينتيشن أكتر من قبل بكتير. فبخلال هالسنة نحن نتواصل وطبعاً كان عندكم زيارات طبعاً على المدارس عطول سبعة شهور نختمها ومنتوجها بالأوبن دورز. منكون أوريدي بلشنا نحجز نحن وياهم. هن بيتلفنون لنا أكيد عنا فيا إيميل أو تليفون أو شخصياً ومنبعت الدعوات أكيد لكل المدارس وبيحجزوا يا الخميس يا الجمعة. بيجوا يا أول جروب تاني جروب تالت جروب يا 9-11 يا 11 وحدة يا وحدة 3 يا 3-5. لكن كل مدرسة عم بتمضي ساعتين مزبوط. من الوقت بحرم الجامعة مع الأخصائيين وأيضاً التلاميذ والأساتذة والمسؤولين اللي عم بيكونوا مجندين كلهم كرمالي وعوا هالتلاميذ وكرمالي يعرفون على الاختصاصات إن كانت قديمة أو جديدة. في اختصاصات جديدة كارلا؟ طبعا نحن عنا بالجامعة بحدود 120 اختصاص. نعم. وكل سنة بيكون عنا طبعا كله تحت سقف الوزارة، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي. عنا اختصاصات جديدة عم تفتح موجودة منا بغير جامعات ومش موجودة بغير جامعات. نحن عم نكون البايونيرز. مثلا financial engineering أو healthcare management اللي هن شو تحديدا؟ healthcare management إدارة مستشفى، لأنه طبعا نحن بالانديو صار في كتير عارفين ورح ينعلن بالميديا قريبا، رح ينحط الحجر الاساسي السنه للمستشفى الجامعي انديو ام سي يلي ان شاء الله من هلا لثلاث سنين البروجي بيخلص بمنطقه كسروان حد المين كامبس الويزه. الفاينانشال انجينيرينج هو كل الاشخاص يلي بتحب تشتغل بالبورصه ستوكس اند بوندز اسيت لايبيليتيز. نحن متعاقدين مع بلومبرج، طبعا بتشوفوا بلومبرج كمان على التي في. رح يتعلموا رح يروحوا اكثر يصيروا فاينانشال اناليست اكثر من بانكينج اند فاينانس يلي بيروح اكثر الاختصاص للاتيود بانكير. عندنا اختصاص رح نفتحه قريبا الهيلث كوميونيكيشن. بتعرفي انت انه يلي بيعمل نيوتريشن بيكون ان اكسلنت دايتيشن، بس في اختصاص بيعلمه هاو تو كوميونيكيت هيدا الموضوع للعالم. فيا اي ميديوم بده اياها، ان كان راديو ان كان تي في ان كان صحافه ان كان ماجازين او اي ارتكل بده تنكتب او يكون عنده حتى التي في شو تبعه. وطبعا بنهايه زيارتهم التلاميذ بياخذوا البعض من الاغراض اللي موجوده معنا اليوم. ليه بتعطون هدايا صغيره هيك سوفينير؟ هيدا بس جست منا نحن. اولا نقول له ميرسي انه اجوا لعنا على الجامعه شرفونا، وثانيا هن وعم يتسمعوا الاير بيس بتذكرهم فينا اشياء صغيره مهضومه لعمرهم او عم يستعملوا الهايلايتر بالصف او القلم او الماك هن عم يشربوا نسكافيه بتذكرونا. على كل النشاطات كثيرة عن هالموضوع وتحديدا للإرشاد والتوجيه بالنتيجة نحن عم نوجه لمجتمع يكون يمكن كل شيء بشكل متوازي فيه. كارلا، شو الفرق بين التوجيه بالمدارس والتوجيه بالجامعة؟ هل كافي أنه بس يجوا يزوروكم التلاميذ أو عم تطلبوا يكون في متابعات؟ وزيارتكم للمدارس شو بتقدم؟ أول شيء زيارتنا للمدارس نحن منروح منعرفهم على الجامعة، منعرفهم على الاختصاص، نعمل لهم اورينتيشن كيف بدهم ينتبهوا كيف ينقوا الجامعه اي جامعه ينقوا وكيف ينقوا الاختصاص وهذا الاختصاص وين بيوصلهم. وطبعا هون بما انه وقتنا ضيق شوي اعذريني كارلا انه حتى لو كانوا بسيستم فرنسي بمدرسه فرنسيه ممكن انه يقدروا يفوتوا على جامعه سيستم امريكي. اكيد 80% من طلابنا من فرنش باك جراوند، لانه مثل ما بتعرفي لبنان سيتان باي فرانكوفون، فبالطبيعي انه يكونوا المدارس فرانكوفونيه وهن بيقدروا بكل سهوله لان كلهم بياخذوا انجليزي بالمدرسه انه يفوتوا على جامعات امريكان سيستم. وقد ايه بتشتغلوا على معايير التلميذ لحاله؟ يعني كيف بيقدر هو يقيم حاله لوين يروح؟ هلا اجمالا هيدا الموضوع بتشتغلوا المدرسه معه خلال 3-4 سنين قبل ما يتخرج. نحن بنجي مثل ما قلت لك بنعرفهم على جامعه الاختصاصات وعلى شو بيقدروا يعملوا بعدين. كمان بس يجوا على الجامعه هي شغله كثير مهمه. اوقات الطالب بيقول بدي يفوت على الانديو، حلو يفوت يشوف جامعه، جو الجامعه، جو الطلاب اليومي، الاساتذه اللي رح يعلموه، الدكاتره رح يعلموه يرفقوه 4-5 سنين، وكمان يتعرف على مجالات العمل، يشوفوا النشاطات يلي بتصير بالجامعه. زياره مهمه كتير، ومندعي طبعا كل المدارس انه يشاركوا بالاوبن دورز 3 و4 شهر. ان شاء الله موفقين. كارلا سفير اهلا وسهلا. ميرسي كتير. مشاهدينا بريك ومنتابع ام تي في الايف.